راسي ساكني ابي قهوة. اجل اسمع، في كيان قدام. حلو، لبق عندهم. ابشر. اوف 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 اوف، وش للزحمة؟ طيب وش السوات؟ السوات خلى علي. لو سمحت عطني 2 فلات وايت 2 كريبوتشيني. ابشر. استعجل بالله. وانا شخصيا استخدم هذا العسل على الريق. اسمعي، ممكن اسم قربه؟ تعالي تعالي هنا، طيري غير الزاويه. يلا روح. وانا شخصيا استخدم هذا العسل على الريق علشان مشاكل القولون، وانصحكم يا متابعين عشان صحتكم تصير ايو استخدموه واسالوا مجرب. ها كيف طلع؟ اي زين. يا النصاب، الحين علبة مليانة، شلون تستخدم العسل كل يوم؟ أقول لا تدققين أنتِ، بعدين أعطيني الجوال بنزل ستوري، أشغلني هو عسله، كل شوي يدقدق يدقدق. طيب بالله بسألك، كم عطوك؟ أعطوني 10,000. كم لي؟ 100 ريال. أجل، دور لك أحد صور لك القعيطي. إيه ليش حذفتيه؟ تلعب أمامية، كرة عالمية، كرة توزيع جول. الله عليك. هدف ولا رائع جدا بمعنى الكلمة. وصلت الدور الأوروبي عاد، مستحيل. كيف ضبطت المعلق؟ عفو عليك، هون ذكاء التسويق يا بوي. ما شاء الله عليك يا عامر، كيف تطلع منك هذه الأفكار؟ عفو عليك بس يا حبيبي يا كفتة، الناس تمشي عليها أي شيء، ودام طلعت ذي الكلمة وضربت والله لحللها تحليل. يهو، هذه هي كلمة واحدة، كيف لو ألفت كتاب؟ هذا وجه واحد يألف له كتاب حده. إيه يا رجال. لا يا شيخ، هذا شغل عيال العم اللي ينقهرون ويغارون. هذا يغار من ولد عمه، وهذا عيب عليك. استحلى وجهك، ترك معنا بالاستراحة. ها الزبدة عيال، بكرة عندي افتتاح مطعم، من يروح معي؟ أنا. حتى أنت؟ أكيد يا بيي. ايو